تعالوا نروح بقى على ايه برضه حلو بالمناسبه. اقول لك ليه؟ شوف، انا ياما حكيت وصلت وقلت في حكاوية ومغامراتي داخل اسرتي اللطيفه، وتحديدا مع والدتي ربنا يديها الصحه، ازاي علمتني القرايه. مش علمتني القرايه لو قعدتني قعدت تقول لي دي الف ودي ب، ده كان شغل المدرسه. امي علمتني اقرا، حببتني في ان انا اقرا، وفرت لي كتب على قد ما يعني ميزانيتها المتواضعه تسمح، وتشجعني جدا وتفهمني وتقعد تقرا معايا بعض الحاجات وتقول لي طب ما بلاش دي خليها السنه الجايه نقرا، مع انه الكتاب موجود يعني هجيب الكتاب. تمام، انت جبته كويس، ده ما تقراهوش دلوقتي، استنى عليه شويه علشان الاول لازم تقرا كذا. فكل ما هو متعلق بالحث على القراءه ده بالنسبه لي المزيكا وما فيها. انشاء اول مكتبه من نوعها، مكتبه، الله، تصدقوا تؤمنوا بالله، والله العظيم ما بحاول اشكر في نفسي، انا لحد النهارده فسحتي اخش مكتبه، والله العظيم. ويا سلام لو دخلت مكتبه مثلا اشتري كتاب لعيل من عيالي، انا اللي ببقى واقف زي العيل وقاعد بقى عمال اتفرج على الكتب وقاعد مبهور وقاعد عمال الم وعايز اخدهم كلهم واروح. المهم، هذه المكتبه اسمها كشك كتابك. الله، كشك كتابك دي فين؟ في قرانا، قرى حياه كريمه، بس تحديدا بقى المره دي في محافظه البحيره. معانا على التليفون دكتور كريمه السلموني. لا، كشك الكتاب اهو، كتب، علم، معرفه، اطلاع. في جمله كده كانت دايما تبقى موجوده في السير، يعني يجي يكلمك عن اي حد من العلماء يقول لك ايه، واخذ ينهل من انهار المعرفه. طبعا انتوا عارفين اللي بنقول انهار مش بحار، لانه لا احد ينهل من البحر، البحر مالح، انهار المعرفه. الجمله دي جمله بالنسبه لي تجري الريق طول الوقت على الكتاب اهي. كشك غير اي كشك، كشك حلو شيك نظيف، تصميم جديد عصري، مكتوب عليه بالخط العربي الجميل كتابك، ارفف الكتب اهي قدام حضرتك. هذا النموذج هتلاقوه بعد كده موجود في كل حته، بس خلونا بقى نشوف ايه اللي بيحصل في البحيره تحديدا. دكتور كريمه السلموني، منسق حياه كريمه بالبحيره، اهلا بيك يا دكتور كريمه. اهلا وسهلا بحضرتك استاذ يوسف وبالساده المشاهدين. زي ما حضرتك بتقول بالظبط، يعني احنا عندنا نموذج رائع لكشك كتابك. حابه في البدايه بس اشكر فخامه السيد رئيس الجمهوريه على المبادره العظيمه اللي بتشرف ان ليا من اسمها نصيب، وهي مبادره حياه كريمه. ايوه، حياه كريمه في محافظه البحيره كان ليها نصيب للاسف بست مراكز و42 وحده محليه كرويه، وده لو حضرتك يعني بصيت كده بص نظره سريعه على محافظات الجمهوريه اللي بتنفذ فيها المبادره هتلاقي ان ده اكبر عدد وحدات محليه كرويه بيتم تنفيذ المبادره فيه، فكان النصيب لينا والصدق لينا الحمد لله. دي يعني ما شاء الله رئيس الجمهوريه يعني نشكر فخامته عليها. ما شاء الله، ان شاء الله نكون على قدر المسؤوليه اللي ادتها لنا، ونقدر مع اهالينا في محافظه البحيره والقيادات التنفيذيه اللي موجوده نساعد او نساهم في الحفاظ على المكتسبات دي. كنت حابه اقول لحضرتك برضو ان يعني احنا مبادره رئيس الجمهوريه مش بتتكلم بس على يعني محور واحد او اثنين او ثلاثه، لا احنا بنتكلم على تحسين جوده حياه المواطن المصري في كافه النواحي. كانت الناس في البدايه مفكره ان احنا هنشتغل على البنيه التحتيه بس، بالفعل احنا شغالين بنيه تحتيه جيده في الكره المصريه، بندخل كافه المرافق من صرف صحي، مياه شرب نظيفه في الكره المصريه، كهرباء ما بتتقطعش، اتصالات بكابلات فايبر، غاز طبيعي في الكره المصريه، وباكد في الكره مش في المدن بس، وصل لحد الغاز الطبيعي. بجانب كده كمان بنشتغل على بناء منشات خدميه وتعليميه وصحيه ورياضيه بالمستوى اللي يليق بالمواطن المصري. طب انا اسالك سؤال في السريع قبل ما اروح للكتب تاني، عشان عمال انا وزمايلي بنعرض صور الكشك، ده مش كشك، ده بالنسبه لي جنه، ده انا ممكن اروح ابات فيه. سؤال، لو افترضنا ان انا يا فندم ربنا يخليكي بنورك يا دكتوره، لو انا النهارده عاوز مثلا اقدم قطعه ارض تبرع لحياه كريمه، وعاوز يعني ايه اخليها مش شرط يعني، بس انا عايزها تبقى مستشفى للاطفال، اعمل ايه؟
بالفعل يا فندم، في غالبية المنشآت اللي تم إنشائها سواء كانت مراكز شباب أو مدارس أو موحدات صحية أو مجمعات خدمات زراعية كانت بتتم بالتبرع من أهالينا. المواطن اللي حابب يتبرع بيروح للوحدة المحلية القروية، بيقدم عقد تبرع حلو. وبيتم تحرير العقد بالفعل، وبعد كده هو ممكن يقرر مثلا أو يحدد أنا عايزها وحدة صحية أو عايزها منشأة مركز شباب، أي مكان المنشأة اللي هو محتاجها. حلو. احنا مثلا لو محتاجينها فعلا دي فبنقول له خلاص تمام وبنلبي رغبته. لو مثلا احنا محتاجينها لحاجه تانية او في حاجه تانية موجوده، بالكلام مع المواطن لانهم من اهالينا وبيتبرع للقريه اللي هو موجود فيها، فاحنا بنتكلم معاه وبنقول له الاحتياج حاليا احنا وفرنا مثلا قطعه ارض للوحده الصحيه، حلو احنا محتاجين القطعه دي لمركز شباب مثلا او حلو لمدرسه او لمجمع خدمات او لبريد او اي مكان المنشاه اللي احنا محتاجينها. واهالينا متفاهمين جدا، اهالينا يعني هم اللي وفروا معظم قطع الاراضي، صحيح كانت بتتم بتطوع وتبرع طوعي جدا منهم، ده طبعا بنشكرهم عليها اهالي البحيره. انا قلت ده لان انا ليا صديقنا من عندكم في البحيره تحديدا من ابو حمص عاوز يتبرع هو واولاد عمامه بحته ارض يعني، وقال لي ده احنا عايزين نعملها مستشفى وبتاع. قلت له بص يا زياد، اسمه زياد عيسى، هتلاقوهم انتوا عارفين عيله عيسى عندكم في البحيره. قلت له بص يا يشرفني يا فندم، زياد، طبعا روح يشرفني. يا زياد خلص الاول الاوراق وبعد كده سيب لي الطلعه دي. فهي المساله في انه ايه، ساعات كتير بيبقى بعض من اهالينا مش عارفين الاجراء اللي نعمله ايه. انا هنا في البحيره، فلان في الفيوم، مع علان في الغربيه، ترتان في اسيوط، الى اخره، بنبقى عايزين نعرف بس الاليه. فكويس انك ارشدتينا ليها، وكده كده برضو انا هبعت زياد لحضرتك. لكن عايز تمام، ارجع على نورنا يا الكشك، فندم. يا ربنا يخليكي بنورك، ربنا يحفظك. عايز ارجع للكشك والنبي، مش عارف تمام. حضرتك قدامك تلفزيون ولا الكشك، لا. قدامك الكشك يا تلفزيون؟ فندم، احنا زي ما كنت بقول لحضرتك ان فخامه الرئيس لما يعني اطلق المبادره كان بيتكلم على البنيه التحتيه والمنشات الخدميه، بس دايما في كل حواراته سيادته بيأكد دايما على بناء الانسان المصري طبعا. وتطوير الوعي الثقافي للجميع. طب وهو ده فعلا مش هيحصل غير لو انا عندي خدمات ثقافيه جيده بتقدم للاهالي، كشك ومن هنا الكتب ده جت بقى فكره بقى انشاء الكشك حلو، اللي كشك بتنفذه الكتب طبعا، الحلو يعني ده. مشكورين الهيئه العامه للكتاب. الكشك عباره عن نموذج مصغر ها للمكتبه اللي احنا كلنا كنا بنروحها في المدن. المكتبه موجوده فيها كافه الانشطه المتنوعه، بس كان الهدف ايه؟ ان انا اتوسع بقى في نشر الوعي الثقافي، اسهل على اهالينا في القرى ان هم يمارسوا كافه الانشطه الثقافيه وهم موجودين في مكانهم، بدل ما يتكبدوا مثلا عناء ان هو يسافر للمدينه علشان يروح للمكتبه وينهل زي ما حضرتك كنت بتقول لا دي في حاجة الاوضه. تفتح النفس يعني. احنا حاطين صورة، عشان كده كنت بسألك، لو قدامك تلفزيون احنا حاطين صورة لكشك من الاكشاك اللي عندكم في البحيرة، وقدامه برجولة خشب عليها القيمة قوي، شياكة يعني، خشب علشان عزيزي من النوع المواطن لما المفتخر يروح يا فندم يستعير ويقعد يقرا او يستمتع بخدمات المكتبه يكون يعني. قاعد دي في مش جو بس هادي. للبيع والشراء، ده انا كمان ممكن اعمل كارت اعارة على طبعا يا ايام ما كان فندم، اسمه طبعا كده يعني، ونستعير طبعا كتب ونرجعها وما الى ذلك. ها طبعا طبعا يا الله فندم، الله. طيب طبعا في مساحة أقدر أقعد مثلا تحت البرجولة الشياكة دي، أقعد اه أقرأ طبعا يا الكتاب فندم، في عندنا اكتر من في نموذج الشمس والهواء للبرجولات. العليل؟ نعم أقدر أقعد أقرأ كتاب يعني، أستعير كتاب أقعد أقرأه وأرجعه طبعا تاني يا وأنا فندم، قاعد؟ طبعا طبعا يا طبعا حلاوة، متاح. حلو أوي هو أوي. احنا بس الهدف زي ما كنت بقول لحضرتك ان احنا يعني ننزل لحد مستوى القريه ونمارس الانشطه الثقافيه هناك علشان ننمي الحس الابداعي عند النشء وعند الشباب. يعني حضرتك عارف ان النشء ده انا لازم اغرس فيه القيم الثقافيه الاصيله المصريه الاصيله، اوطن فيه المعرفه، يعني اخليه طالع بحس ابداعي، يبقى عارف ان في قراءه اطلاع، ما يبقاش واخد بس الجانب التعليمي او الاكاديمي، يقرا قصص قصيره، يبدا يكتب، يبدا يلقي، يبدا يمارس الحكي، مهاره الحكي، يبقى عارف كل الحاجات دي. اول كشك تم تجهيزه وفرشه كنت حضرتك عارض نموذج ليه دلوقتي، ايوه ده كان كشك قريه الابعديه بمركز دمنهور. المظهر الحضاري بيتكلم عن نفسه، يعني مش طبعا، محتاج خالص ان انا يعني اقول لحضرتك يعني اشرح المظهر او رب اشرح صورة اشرح تغني عن ألف كلمة. بالظبط بالظبط كده. يعني هي الصوره كفيله ان هي تدل على المظهر الجمالي والحضاري اللي موجود في قرانا، مش يعني اللي حضرتك بتعرضه دلوقتي مش موجود في مدينه او في موجود مثلا في القاهره ده الكبرى، في القرية لا موجود في قريه
قريه الابعاديه احدى قرى مركز دمنهور التابعه لمحافظه البحيره. يعني احنا كتابك ده هيبقى موجود في كل قرى حياه كريمه، كل قرى في البحيره وغير البحيره؟ نعم، هيبقى في البحيره وغير البحيره، يعني في كل الجمهوريه. مستهدف يا فندم طبعا في كل الجمهوريه، بس كان الحمد لله برضو احنا كنا بدانا من البحيره الاول بعدد اكبر وبدانا التنفيذ وتم الانتهاء بالفعل، وتم تجهيز كمان المكتبات. اول مكتبه تم تجهيزها والكتب موجوده فيها زي ما الصور بتتكلم لوحدها. كنا بنتكلم في البدايه يا فندم على البنيه التحتيه وعلى المنشات الخدميه، علشان نحافظ على الحاجات دي كلها لازم ابني وعي المواطن اللي هو اللي هيحافظ بنفسه على المكتسبات دي. دي كلها مكتسبات، مكتسباتنا كلنا، مكتسبات الناس اللي موجوده في القريه ومكتسبات حضرتك كمان وحدك موجود في المدينه. علشان انا احافظ على كل المكتسبات دي كان لازم ابني الوعي، وعلشان طبعاً ابني طبعاً الوعي لازم انا اوصل له الوعي لحد عنده. طبعا لازم يكون في معرفه، علشان اقدر ابني وعي الناس لازم يكون في معرفه. انا بشكرك جدا يا دكتور كريمه، نورتينا وشرفتينا ولو عن طريق التليفون الجايات كتير، حضرتك تنورينا كمان في الاستوديو باذن الله. كل الشكر لدكتور كريمه السلموني منسق حياه كريمه بالبحيره.